الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه. صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله دعا إلى اعتماد روح التلاحم والتضامن لتدعيم الشراكة العربية الإفريقية الطبيعية وتمكينها من رفع التحديات الكبرى. وشدد جلالة الملك في الخطاب الذي وجهه إلى القمة العربية الإفريقية الثالثة المنعقدة بالكويت، والذي تلاه السيد عبد الإله بن كيران رئيس الحكومة الذي يمثل جلالة الملك في هذه القمة. شدد صاحب الجلالة على أن النجاح المأمول للشراكة العربية الإفريقية لا يمكن تحقيقه إلا من خلال الالتزام التام بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة والأعراف الدولية التي تحكم العلاقات بين الدول، والمبنية أساساً على احترام سيادة الدول ووحدتها الوطنية والترابية، مؤكداً حرص المغرب على إنجاح دينامية التعاون والتبادل التي أطلقتها القمة للرقي بنتائجها إلى مستوى طموحات وآمال شعوب المجموعتين. إذا كانت القواسم المشتركة التي تجمع بلدان المجموعتين تفرض عليها بشكل تلقائي أن تكون موحدة الصف والكلمة، وفاء لانتماءاتنا الثقافية وموروثنا الروحي والحضاري، فإن لقاءنا اليوم يتم في إطار ظرفية دقيقة تعيشها منطقتنا بالخصوص، وتخاطب فينا أكثر من أي وقت مضى روح التلاحم والتضامن لتدعيم هذه الشراكة الطبيعية وتمكينها من رفع التحديات الكبرى وغير المسبوقة. كما أعرب جلالته عن اعتقاده بأن التجمعات الجهوية تشكل الإطار الأمثل للرد على كل هذه التهديدات، وخاصة المجموعة الاقتصادية لدول إفريقيا الغربية الذي يحظى المغرب فيها بصفة عضو مراقب، وكذا تجمع دول الساحل والصحراء الذي ستنعقد قمته المقبلة في المملكة المغربية. إن بلداننا من المحيط الأطلسي إلى المحيط الهندي، ومن البحر المتوسط إلى خليج غينيا، ومنطقة إفريقيا الوسطى باتت مهددة، لا سيما من فقدان حدودها للمناعة ضد الاضطرابات السياسية والتحديات الأمنية، فضلا عن تداعيات التقلبات المناخية. فقد انتشرت بؤر التوتر في أكثر من بقعة، حيث وجدت في الفقر والهشاشة مجالاً خصباً لانتشار القرصنة وتهريب الأسلحة والمخدرات والأشخاص. غير أن ما يبعث على الأسف، يقول جلالة الملك، حالة الجمود المؤسساتي التي يمر بها اتحاد المغرب العربي الذي لم يتمكن حتى اليوم من لعب الدور المنوط به سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، رغم كونه يحاذي منطقة الساحل والصحراء ويواجه نفس المخاطر والتحديات. ولم يفت جلالة الملك أن ينوه بالمناسبة بموقف الدول الإفريقية الثابت إزاء القضية الفلسطينية العادلة، بحيث ظلت هذه الدول داعمة لحق الشعب الفلسطيني المشروع في استرجاع كافة أراضيه المحتلة وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف. وإذ نجدد تشبتنا بمبادرة السلام العربية التي نعتبرها خيارا استراتيجيا لإيجاد تسوية ممكنة ومقبولة لهذا الصراع، فإننا نؤكد على ضرورة تحمل المجموعة الدولية لمسؤوليتها، وذلك لحمل إسرائيل على وضع حد لأنشطتها الاستيطانية اللامشروعة. بالنسبة للمأساة التي يعيشها الشعب السوري الشقيق، أكد جلالة الملك أن المغرب يتابع بقلق عميق نزيفها الدموي الرهيب وسقوط ضحاياها الأبرياء، لا سيما من النساء والأطفال، مشيرا إلى أن المملكة المغربية لم تدخر أي جهد للمساهمة مع شركائها العرب والدوليين للدفع بكل الأطراف نحو انتقال سياسي يحترم الوحدة الترابية والوطنية لهذا البلد. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. محمد السادس ملك المغرب، شكرا لكم.